والآن ننتقل لزميلنا نجيب القحطاني الموجود في منطقة الرقعي وتحديدا مجمع آليات الإطفاء، ونشوف استعدادات قوة الإطفاء العام لموسم الأمطار وحالات الطوارئ اللي تنجم عن تساقط الأمطار بغزارة. صباح الخير نجيب، ويا ليت تتكلمنا عن استعدادات قوة الإطفاء العام. نعم، شكرا باسل، اصبح عليك بالخير واصبح على الزميل نجيب وفجر وعبد الله كذلك زميلنا في موقع اخر اللي برنامج شراقه كويتيه. مثل ما احنا عودناكم دائما في لقاءاتنا وجولاتنا وزملائنا اللي موجودين في هذه التغطيه المحليه في جميع دوله الكويت، لكن انا اليوم مثل ما تفضلت انا موجود في مركز الاسناد التابع لقوه الاطفاء، وقبل قليل كان موجود اللي هو طلال الرومي رئيس قوه الاطفاء، وكان بمروره على هذه المعدات اللي موجوده جاهزيه رجال قوه الاطفاء بموسم الامطار. محتمل احنا عارفين ان ما شاء الله دوله الكويت مثلا تتميز في الامطار، لكن وجود رجال قوه الاطفاء الله يعطيهم العافيه بهذه المعدات اللي موجوده، راح نتكلم اكثر واكثر عن هذا الموضوع. معنا العقيد حمد الراشد رئيس مركز الاسناد بقوه الاطفاء. العقيد حمد يعطيكم العافيه على هذه الجاهزيه، ما شاء الله معدات يعني كانت موجوده وجددتوا فيها، وفي معدات كذلك انها حديثه، حتى نوضح للمشاهد الكريم عن استعداداتكم لموسم الامطار ان شاء الله وهذه الجاهزيه اللي احنا نشوفها. صحيح، صباحكم الله بالخير. طبعا كما جرت العادة احنا في كل سنة خلال شهر 9 وشهر 10 نقوم بتجهيز جميع آلياتنا. طبعا الهدف من التجهيز هذا هو رفع الجاهزية تحسبا لأي طارئ قد يحدث خلال موسم الأمطار. مراكز الإطفاء دائما مستعدة خلال 24 ساعة للتعامل مع جميع أنواع الحوادث، لكن في موسم الأمطار لأن الحالات المطرية قد يكون فيها حوادث نوعية تختلف عن الحوادث اليومية، فنقوم احنا نجهز مضخاتنا، نجهز آلياتنا، ندرب ربعنا، نشوف هل أمورنا كلها سليمة، هل في نواقص ممكن احنا نحتاجها، بالإضافة إلى تمارين عملية نقوم في عملها بشكل دوري في قطاع المكافحة بقوة الإطفاء العام. واليوم تشرفنا بحضور سعادة رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء طلال الرومي لتفقد جاهزية قطاع المكافحة ومركز الإسناد على وجه الخصوص للتعامل مع موسم الأمطار القادم. العقيد حمد، احنا قاعد نشوف ما شاء الله في آليات كانت موجودة ودخلتوا الخدمة، وكذلك أن زدتوا فيها بعض الشغلات اللي موجودة، حتى في حطيت فيها بعض المكاين للطراريد، سيارات الإنقاذ، المضخات اللي احنا قاعدين نشوفها الجاهزية اللي ما شاء الله حق موسم الأمطار، ونشوف ما شاء الله شغلكم دائما مرتب وعندك فريق عمل جاهز لأي طارئ. صحيح، طبعا من الخبرة اللي حصلنا عليها في التعامل مع حوادث الأمطار في الفترات الماضية، شباب كويتيين مهندسين كويتيين عندنا في إدارة المركبات في مجمع الورش قاموا بتطوير عدة آليات للتعامل مع هذه الحالات. يعني على سبيل المثال عندنا آليات قديمة ممكنها تكون تطلع برا الخدمة، احنا أعدنا تجهيزها مرة ثانية عن طريق رفعها، نقدر ندش فيها في أماكن التجمعات المائية، ننقل فيها الناس، ننقل فيها معداتنا، بالإضافة إلى الآليات المتخصصة اللي موجودة أصلا في المصانع الأوروبية والأمريكية. زرنا معارض، زرنا دول، شفنا شو اللي موجود عندهم وحصلنا عليه من مضخات، من آليات، من معدات إنقاذ، كلها إن شاء الله متوفرة هنا. نقول الله يعطيكم العافيه عساكم على، لكن احنا نشوف ما شاء الله المضخات هذه اللي موجوده عددها، ودنا نعرف حتى عدد هذه المضخات وعدد هذه السيارات اللي موجوده. صحيح، طبعا احنا عندنا 50 مركز اطفاء موزعين على جميع مناطق الكويت. بالنسبه للمضخات كل مركز في اكثر من مضختين الى 3 مضخات للتعامل المباشر، لكن في موسم الامطار احنا نتعامل بقوه اكبر، فالمراكز نفسها مراكز الاطفاء البحري راح تكون من منتقله الى المراكز البريه، في فرق من الاطفاء البحري تكون موجوده، ايضا في فرق من مركز الاسناد تكون منتشره في محافظات الكويت. عندنا عدد كبير من المضخات، من اصغر مضخات موجوده في المراكز بسعه سحب قليله الى اكبر مضخات، عندنا اكبر مضخه موجوده على مستوى العالم تسحب 30 ألف لتر بالدقيقه.
مضخات كبيرة ضخمة منقولة سواء مسحوبة نقدر نسحبها قلص أو موجودة على آليات نقدر نستخدمها، استخدمناها في الفترات الأمطار اللي طافت. نقول الله يعطيكم العافية وعساكم على القوة. العقيد حمد الراشد رئيس مركز الإسناد بقوة الأطفاء. مشاهدي الكرام كنا معك في هذا النقل الحي المباشر من مركز الإسناد التابع لقوة الأطفاء، شاهدنا معكم ما شاء الله استعدادات قوة الأطفاء لموسم الأمطار. رح نرجع إلى باسل وفجر ونجيب لتكملة فقرات برنامج إشراقة كويتية لكم الهواء. نعم، كل الشكر لك زميل نجيب القحطاني، وأيضا الشكر موصول لزميل عبدالله العنزي ولضيفيكما الكرام.